بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البرنامج الأسبوعي، والذي نتمنى منكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا حلقة بحلقة حتى نعيش مع القرآن ونعيش للقرآن ونموت مع القرآن بإذن الله تعالى، ونكون تعلمنا شيئا من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يحتوي كل كنوز العلم. وسيكون بإذن الله تعالى في هذه اللقاءات المتواصلة فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب جامع قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله شيخنا الكريم. حياكم الله سيد عبد الرحمن، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. اللهم آمين. الأسبوع الماضي تناولنا مسائل الجن، وبعض الأخوة كثير من الاتصالات، لله الفضل والحمد والمنة، أننا تعرفنا على هذا الخلق الذي نقرأ عنه ونسمع عنه، ولكن لم نتعرف عليه كما ذكر الشيخ صالح. والبعض الآخر يقولون خوفتونا من الجن. الشيخ ذكر قاعدة جميلة، قال الذكر والاستعانة بالله عز وجل هي الحماية من هذا الخلق. ودنا اليوم نتكلم عن حديث جميل جدا ومحبب للنفوس، ألا وهو الحديث عن الملائكة. ولكن قبل أن نتحدث فضل الشيخ عن خلقة الملائكة، ودنا نتكلم عن الإيمان بالملائكة، كون الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فإن الإيمان بالملائكة ركن ثان من أركان الإيمان. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فعد أركان الإيمان ستة، وعد الإيمان بالملائكة ثاني تلك الأركان. فالإيمان بالملائكة يعني الإيمان أولا بوجودهم، والإيمان بعد ذلك بما أوكل الله إليهم جملة من مهام، والإيمان بأنهم مقربون من رب العالمين جل وعلا من حيث الجملة، وإن كانوا هم كما قال الله عنهم: وما منا إلا وله مقام معلوم. وينبغي أن يعلم أن الإيمان بالملائكة إيمان بالغيب، والله يقول وقوله الحق: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة، لأن الملائكة غير مشاهدين لنا، لا نراهم لا نبصرهم، ومع ذلك نؤمن بوجودهم وبما أوكل الله جل وعلا إليهم، أجمل أو فصل جل وعلا في ثنايا كتابه العظيم أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعبد الله بالإيمان بهم. هذا الإيمان بالغيب هو أعظم سبيل أو من أعظم البراهين على قرب العبد من ربه. ذلك أن الإنسان كلما كان يقرأ القرآن، فما كان غيبا يسلم بقلبه لما أخبر الله جل وعلا عنه، هذا الذي يرفع المؤمن درجات عند ربه. ومن ضل إنما يضل إذا كان إيمانه بالغيب ضعيفا يقل إيمانه، حتى قد يوجد في مراحل عياذا بالله أن يفقد الإيمان بالكلية. ولما ظهرت بعض الفرق في الإسلام من أكثرها ضلالة، تلكم الفرق التي جنبت الإيمان بالغيب شيئا يسيرا، وجعلت للعقل سلطانا حتى على نصوص الغيب. العقل ليس منشئا للدليل، إنما كاشفا له، ويتعامل به في مسائل تأتي آيات أحكام، فيعمل الفقيه عقله في صحيح النقل سواء من الكتاب أو من السنة. فالعقل لا ينشئ دليلا إنما يكتشفه، لكن أن تقحم العقل في الأمور الغيبية التي أخبر الله عنها، وأنت لو استصحبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن خبر الخضر مع موسى، فإن موسى والخضر لما ركبا بالسفينة بعث الله طائرا ينقر في البحر، فنقر نقرتين ثم ولى، فقال الخضر لموسى: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. الله. والطائر لا يعد أنه أخذ شيئا. استصحاب هذا يعين الإنسان، مطالب أن يتلو القرآن، لكن أعظم تلاوة للقرآن تلك الآيات التي يقرأها الإنسان فما يزال يتفكر فيها ويسلم قلبه لله معها. متى تكون الحيدة عن طريق الله؟ إذا كان الإنسان يعتد بعقله،
أكثر مما ينبغي ويأتي يقرأ القرآن قراءة من يريد أن يعارضه دون أن يشعر ولو زعم. عمرو بن عبيد زعيم المعتزلة أحد زعمائهم كان في سلوكه مثار إعجاب، لما قال له أبو جعفر يا عمرو سلني حاجتك، قال حاجتي ألا تطلبني، وليس كل أحد يزهد في الدخول على الملوك، فكان سلوكه مثار إعجاب للناس، لكنه جعل من عقله حاكما على الشريعة. لما قيل له حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، عبد الله بن مسعود يقول أخبرنا الصادق المصدوق، وهذا من فقهه لأنه سيتكلم عن غيب، الصادق فيما يقول والمصدوق فيما يقال له، قال أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة ثم مثل ذلك، ثم مضى الحديث، فيأتيه الملك فيقرأ بأربع كلمات آخر الحديث، فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لما أخبر عمرو بن عبيد بهذا ماذا قال؟ قال لو حد ذكر الرواة، قال لو حدثني الأعمش بهذا لما صدقته، ولو حدثني به وهب ابن زيد لما قبلته، ولو حدثني به عبد الله بن مسعود لكذبته، ولو حدثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت الله تعالى يقوله لقلت له ما على هذا أخذت ميثاقنا. عياذا بالله، عياذا بالله. فانظر يزهد في مال المنصور ويتجرع على الله مثل هذا الكلم. أين الموقف الآن؟ الموقف قضية الإيمان بالغيب، الإيمان بأن الله له مقاليد كل شيء، هو يحسب المؤمن أن يعلم أن الله منزه عن الظلم، وأن والله لن يدخل أحد النار إلا وهو مستحق لها، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولن يدخل أحد الجنة إلا بفضل من الله محض. والله يقول ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذا التسليم من ضمنه قضية الإيمان بالغيب، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالملائكة. فيأتي بعد ذلك أثار هذا الإيمان، هذا طويل، لكن أقلها الحياء منه. الله أكبر. لا يفارقونك الكرام الكاتبون في ليل ولا نهار. ولما النبي صلى ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا كما في الخبر الصحيح، وقد بدا بعض ساقيه أو فخذيه، فدخل أبو بكر ثم عمر ولم يغير من هيئته، فلما دخل عثمان تغير، فلما سألته الصديقة بنت الصديق لما لم يصنع هذا مع أبي بكر وعمر، قال يا عائشة ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة. فحتى الملائكة تعرف بعض خلق بني آدم الذين الحياء. فالمقصود الحياء من الملائكة حياء ممن أرسلهم، حياء ممن بعثهم. وقد قال بعض أهل الفضل إنك عندما تتفوه بالكلمة إنما تملي على الملكين، والملكان يرفعانها إلى الله، فانظر على من تملي وإلى من يرفع. فانظر على من تملي وإلى من يرفع. لا نريد أن نستطرد في هذه المحور أكثر من اللازم، لكن هذا من جنس الإيمان بالملائكة الذين أمرنا الله جل وعلا بأن نتعبده، بأن نؤمن أن له عبادا مكرمين، كذلك سماهم وقال جل ذكره بل عباد مكرمون ليسوا بنات لله ولا أولادا ولا شركاء له ولا أندادا هم خلق من خلقه قالوا عن أنفسهم وما منا إلا له مقام معلوم، وقال الله عنهم وهم من خشيته مشفقون، وقالوا يسبحون الليل والنهار، وقال عنهم كثيرا مما أثنى به ربهم عليهم وهم كثر وما يعلم جنود ربك إلا هو نؤمن بهم كما أمرنا الله وكما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وما أجمل أن يدخل جانب السلوك والحياء، حياء العبد من هؤلاء الملائكة الذين لا يفارقونه لا في ليل ولا في نهار. فضل الشيخ صالح، نود الآن الحديث عن أصل خلقتهم، مع أن تناولنا في الأسبوع الماضي بأن خلق الجن رمز للقبح، فأين يأتي الملائكة؟ أين تأتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخبر الصحيح عنه خلقت الملائكة من نور،
وخلق الجن من نار وخلق آدم مما ذكر لكم. خلق الجن والإنس جاء منصوصا عليه في القرآن، أما خلق الملائكة فلم يأتي منصوصا عليه في القرآن، إنما نطقت به السنة الصحيحة. قال عليه الصلاة والسلام: خلقت الملائكة من نور. فنحن نؤمن أن الملائكة مخلوقون من نور، ولا ندري كيفية هذا الخلق لأننا لم نشاهدهم. لكن دلت الآيات واستقراء الكتاب والسنة على أنهم رمز للجمال، وهذا مأخوذ من أدلة كثر نبدأ ببعضها. الله جل وعلا وهب الصديق يوسف عليه السلام جمالا في الظاهر وجمالا في الباطن. ولما تعلقت به امرأة العزيز وشاع في البلدة أنها تعلقت بفتاها، كان الإنكار من النسوة، وهذا لابد أن يعني يعنى به الناس، هم لم ينكروا عليها تعلقها برجل، لأن هذا معروف، لكن كيف تتعلق سيدة بفتى، بغلام، بخادم، بمولى؟ لأن في زمن فرعون، في زمن ملوك مصر آنذاك قبل فرعون، كانت ما يعرف الآن بالمعاصرة بالارستقراطية أمر سائد، الطبقية كانت في أوج أحوالها، فلم يكن النساء يلقين بالا للخدم والغلمان الذين أوكلت إليهم الخدمة. قال الله جل وعلا: قالوا وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي غلامها وخادمها، كيف يقبل هذا الاستنكار في هذا الباب؟ الاستنكار في هذا الباب وليس في الجريمة، وليس في قضية تعلق بالرجال، هذا وارد، لكن الأكثر كيف تتعلق سيدة القصر بغلام في القصر؟ قال الله جل وعلا: فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وآتت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. الآن العارض الإشكال عند النساء أنه فتى خادم لا يمكن أن يلقين له بالا. هذا يحصل متى؟ يحصل أنها تكون لا سمح الله يعني في حالة رغبة فتعلقت بغلام فجأة عارض، يقع، لكن تتعلق به محبة، يعني فرق بين قضاء الوطر وبين تعلق المحبة. قضاء الوطر يقع، تقول إحدى النساء الحرائر: قرب الوساد وطول السهاد، لكن قضية التعلق بالمحبة لأنها تعرف أن هذا منقصة. نعم. هنا أدخل عليهن، لما دخل عليهن عليه السلام جماله أضاع الفارق هذا وأفنى الإشكال الذي كان موجودا عند النساء. قال ربنا: فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. أين وجه الاستشهاد؟ هؤلاء النسوة لم يرين الملائكة قطعا. فلما أردنا أن يضربن مثالا للجمال شبهنا يوسف بالملائكة، معنى ذلك أنه استقر في الأذهان أن الملائكة حسن الصورة. من السنة دحية الكلبي، دحية بن خليفة الكلبي صحابي جليل كان يضرب به المثل في حسن الصورة. فكان جبرائيل عليه السلام إذا أراد أحيانا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل يتمثل بمن؟ بدحية. وقد جاء في الأحاديث ما يدل على أن أصل الخلقة في الظاهر بين جبرائيل ودحية متقارب. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل فرأيت أشد الناس شبها به دحية بن خليفة الكلبي. الله أكبر. فكان دحية على جماله يأتي جبريل في صورته، حتى إن الرائي يمر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث جبرائيل، وجبرائيل في صورة دحية لا يشك أنه كان يكلم دحية الكلبي ودحية في بيته، لوجود ما إذا صح التعبير قاسم مشترك كما يقول الرياضيون أهل الرياضيات بينهما، وهو الجمال في الخلق. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يخرج عليكم من هذا الفج خير ذو يمن. وكان جميل الصورة. كان عمر يقول: هذا يوسف هذه الأمة. لما أراد أن يثني عليه قال عليه الصلاة والسلام: عليه مسحة ملك. عليه مسحة ملك. لما أراد أن يصف الوصف، أنا أتكلم عن الجمال الرجولي، قال عليه مسحة ملك. هذا قد يؤتاه بعض الناس في عصور سابقة وفي عصور لاحقة، إلا أنه قد يؤتى الإنسان جمال الظاهر ولا يؤتى جمال الباطن. يقول شوقي: فيا رب وجه كصاف النمير تشابه حامله والنمر. والنمر حيوان يضرب به المثل في الغدر،
وأنه لا يمكن أن يرافق. فيقول: فيا رب وجه كصافي النمير تشابه حامله والنمر. ومن الأخطاء الذائعة الشائعة أنه لما يقرأ الإنسان التاريخ ويقرأ أن قريشا لبست جلود النمر لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل عليهم الحديبية في غزوة الحديبية في صلح الحديبية. فالناس عندما تسمع أحيانا بهذه تمثل تمثيلا فيأتون على أن قريشا لابس جلود نمر حقيقية، ليس المقصود أنهم لبسوا جلود نمور. أصلا مكة ليست أرض فيها غابات تسكنها النمور، إنما لبسوا ثياب الغدر، وصف معنوي ليس وصفا ليس وصفا حسيا. هذا الذي أراده شوقي. والمتنبي يقول: مما أضر بأهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا، تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن. هذا ممن لا سمح الله يكون فيه جمال ظاهر وليس جمال باطن. ويوجد في العصور المتقدمة وفي عصورنا من آتاه الله جل وعلا جمال الظاهر وجمال وجمال الباطن، وهؤلاء غالبا ما يكونون عرضة للأذى أكثر من غيرهم، نسأل الله أن يحفظهم. لكن هذا المقصود من السياق كله أن الملائكة كانوا وما زالوا مثالا للجمال. نعم، فتح لك فضل الشيخ صالح معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله يا أخي. تحياتي لكم أخي عبد الرحمن والشيخ، الله ينفعنا إن شاء الله بعلمه ويزيده إن شاء الله من هذا العلم وهذا الفيض الرباني. الحقيقة السؤال والحديث عن الملائكة سبحانه جل وجلاله يقول: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. الحقيقة نريد أن نعرف فيما يطلق عليه بنظرية المعرفة في الإسلام، ما مدى العلم الذي علمه الله سبحانه وتعالى لآدم والأسماء والمسميات؟ هل هي بمطلقها بالمعنى بما يمكن أن يكون في المستقبل والذي لا يعرفه الإنسان، أو تتمثل فيما كان يوجد في ذلك الوقت من أشياء ولماذا بالذات يعني كان هذا العلم مخصوص به آدم دون الملائكة، مع أن الملائكة كما يقال خلقوا من نور وأنهم بطبيعة الحال هم قريبون من الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم أخي عبد الرحمن، فعلا هذه البرامج متميزة، الله ينفعنا ويزيدكم إن شاء الله في ميزان حسناته ويجزيكم الله خير. شكرا جزيلا. جزاك الله خير أخ بايزيد من الجزائر. أيضا اتصال آخر الأخ هادي. السلام عليكم. عليكم السلام، مساكم الله بخير. الخير، حياك الله يا أخي. عندي سؤال الله يسلمك الشيخ. تفضل الشيخ معك يا أخي. كيف للمؤمن أن يحسن نفسه، وما هي فوائد قراءة الأذكار؟ وعندي سؤال أخير الله يسلمك، بالنسبة للطالب أثناء تأدية، ما هو توجيهكم أثناء تأدية أثناء فترة الامتحانات؟ خير إن شاء الله يا هادي، يعني إن شاء الله يجيبك الشيخ. الأخ أحمد، إحنا طبعا نتكلم اليوم حلقتنا خصصت للحديث عن الملائكة، وسيجيب الشيخ إن شاء الله بإذن الله تعالى على هذه الإجابات، لكن إحنا ودنا نعيش مع الملائكة في تكاليفهم، في خلقتهم، في أعمارهم، في كل هذه الأمور التي تخص الملائكة. كما أن الأسبوع الماضي كنا نتحدث عن الجن والإنس والمقارنة بينهم، وفي اللقاء القادم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم سنتكلم وسنتناول المساجد الثلاثة، وفي كل لقاء سنتناول مسجد من هذه المساجد المقدسة المباركة. أيضا الأخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. السلام عليكم شيخنا الفاضل. حياك الله أخ أحمد، تفضل يا أحمد. الله يبارك فيك. بعد إذنك شيخنا كنت عايز أسأل بالنسبة لإبليس عليه لعنة الله، هل كان من الملائكة؟ ده أول سؤال. نعم. وثاني سؤال حضرتك بالنسبة لملك الموت عليه السلام، هل هو اسمه الصحيح عزرائيل بالفعل كما يشاع بين الناس، أم هذا كلام خاطئ؟ إن شاء الله تعالى يجيبك الشيخ بإذن الله. بس بعد إذن حضرتك لي سؤال لو تسمح لخاص الشيخ بعد إذن، هل حضرتك يا شيخ إمام مسجد قباء الذي كان يصلي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم الحمد لله. هو نعم. هنيئا لك يا شيخ، هنيئا لك أنك تصلي إماما في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أحب الخلق لله سبحانه وتعالى.
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير يا أخ أحمد، وأتمنى تتابعنا أيضا في تسلسل هذه الحلقات المباركة. الأسبوع الماضي تناولنا قضية الجن والإنس وإبليس تحديدا، أكرمكم الله، ولكن سيجيبك الشيخ بإذن الله تعالى. إذن أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود، فابقوا معنا. جميل جدا. والله أعزائي المشاهدين، مع برنامجكم الأسبوعي والذي نتناول فيه في كل لقاء قضية من القضايا الإيمانية ونتناولها من القرآن الكريم. شيخ صالح، هناك الأخ بيزيد من الجزائر يقول في قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذه العلوم، ما صفة هذه العلوم؟ ثم لماذا أخذها آدم أو أعطيت لآدم ولم تعطى للملائكة، مع أن الملائكة خلقوا قبل ذلك وخلقوا من نور كما ذكر السائل؟ الله جل وعلا قال وقوله الحق في سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسماء هؤلاء بأسمائهم، قال ألم أقل لكم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. جمهور العلماء على أن المراد أسماء كل شيء يحتاج إليها آدم، مما أسماء الذوات والمعاني في ما كان بعد هبوطه إلى الأرض، يعني ما احتاج إليه آدم بعد هبوطه إلى الأرض. أكثر أهل التفسير على هذا، ثمة روايات عن ابن عباس في هذا ولهم فيها ألفاظ متقاربة تدل على هذا، لكن الحق الذي يعني أدين الله به أن المسألة في ظني غير هذا، وإن كنت يعني لا الوقت مناسب للجهر بهذا أو لا، لكن في قول الله جل وعلا أسماء هؤلاء يدل على إشارة وعلى أنها شيء حاضر. الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، الألف واللام إما أن تكون لمعهود لفظي أو لمعهود ذهني أو تكون للجنس، فإذا قلنا للجنس عليه الجمهور فيصبح أسماء كل شيء، وإذا قلنا إلى معهود ذهني معهود لفظي لا يوجد، لأن الآية قبل ليس فيها أسماء، فلم يبقى إلا المعهود الذهني أي شيء قريب. فالله يقول علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، فهؤلاء اسم إشارة ترجح ما نذهب إليه في أن الألف واللام في قول الله جل وعلا وعلم آدم الأسماء معهود ذهني يعني قريب، كان شيئا حاضرا. ما هو هذا الشيء؟ لم يذكر في القرآن، وغالب الظن عندي أنه أسماء بعض أصحاب رتب معينة في الملائكة كان بقية الملائكة يجهلونهم، فآدم عليه السلام أطلعه الله على أسماء هؤلاء، لذلك قال الله فلما أنبأهم بأسمائهم، لأن الله جل وعلا علم آدم أسماء هؤلاء. هذا أقرب في ظني، وكما قلت قبل قليل جمهور العلماء على أنها أسماء كل شيء يمكن أن يسمى، والعلم عند الله، لكن أيا كان الجواب فإن هذا من كرامة الله جل وعلا لآدم. نعم. فالله أهل العلم يقولون إن الله جل وعلا خص آدم بأربعة أشياء، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. نعم. هذه أربعة الله آدم. يقول الله عز وجل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، نود الحديث عن البشارات التي تأتي بها الملائكة سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية. نعم. ظاهر الجلد يسمى بشرة. نعم. كما في الوجه يعني، فإذا تلقى الإنسان خبرا سارا يظهر هذا على وجهه يتغير. من هذا المدخل اللغوي جاءت كلمة بشارة. أي عاقل يحب أن يحمل خبرا سعيدا لمن يحب، هذا نوع من الموالاة، نوع من المحبة. الله جل وعلا له عباد مكرمون أولياء صالحون من الأنبياء وغير الأنبياء في الأرض، فأطلع بعض ملائكته على ما أعده لهم، فالملائكة أحيانا تتسابق لنقل تلك البشارة إلى أولئك العباد، فيكون فيها إكرام للملك وإكرام للعبد المبشر، هذا كله من الله. الله يقول هنا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، الرسل هنا الملائكة، وقيل إنهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، وكانوا في طريقهم إلى قوم لوط ليهلكوهم،
لكنهم قبل أن يأتوا لوطا مروا على نبي الله إبراهيم. كان إبراهيم يستوطن الشام مع زوجته سارة وكانت عقيما لا تلد، فكتب الله جل وعلا أن تحمل سارة، لكن قبل أن تحمل أخبر الله الملائكة بهذا، فأخذت الملائكة البشارة من الله لتبلغها من؟ تبلغها من؟ تبلغها سارة وزوجها إبراهيم. فنزلوا على إبراهيم بالبشارة قبل أن يأتوا أهل لوط قوم لوط بالعذاب. فقال رب العزة: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. أي بشرى؟ أي بشرى؟ البشرى بأن سارة ستلد. قال الله: بشرناه بإسحاق. فالمبشر به في القرآن قطعا هو إسحاق. فلما دخلوا عليه كما قال الله جل وعلا قال سلاما قال سلام قوم منكرون، فاختار من خيار بقره عجلا وذبحه لهم وقدمه لهم كما قال الله، قال: ألا تأكلون؟ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، هم على أصل خلقتهم، وهذا من الفوارق ما بين الجن والإنس والملائكة. فالجن والإنس يأكلون ويشربون ويتناكحون. الله جل وعلا يقول: أفتتخذونه وذريته، وقال: يا بني آدم. فنحن من ذرية آدم، والجن من ذرية إبليس على ظاهر القرآن. أما الملائكة لا يقال أنهم من ذرية جبرائيل، كل منهم على أصل خلقته، خلقهم الله بأمره، فلا يتوالدون لا يتناكحون، وليس في ولا يصفون لا بذكورية ولا بأنوثية، بل إنهم عن موطن الإناث يعني أبعد. فإن الله جل وعلا بعث جبرائيل إلى مريم، جاء في صورة رجل ولم يأتيها في صورة أنثى، ولم ينقل أبدا قال أهل العلم أن أحدا من الملائكة تمثل في صورة أنثى. فهؤلاء الملائكة عمدوا إلى إبراهيم عليه السلام، ومن الدلائل على أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وهذا يقطع الطرق على بعض الفرق عفى الله عنهم ممن يزعم بقضايا الكشف وغيرها. فهذا نبي الله وخليله، وليس على وجه الأرض يوم أحد أقرب إلى الله منه، ما عرف أنهم ملائكة وذبح لهم وتكلف، وإلا إبراهيم يعلم أن الملائكة لا تطعم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي لا طعامه، أوجس منهم خيفة. وهذا يدل أن من إكرامك لمن أضافك أن تأكل من طعامه، لأنك إن لم تأكل من طعامه أدخلت في قلبه الريبة والشك فيك، فليس من استقبال الضيف الزهد بطعامه، من استقبال المضيف الزهد في طعامه. نعود: فبشروه وامرأته قائمة، أي تخدم زوجها. فلما بشروه فرحت الزوجة. فلما فرحت الزوجة تعجبت في الأول، قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. والإنسان مهما بلغ يبقى بشرا. الله يقول: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لكن حتى لا يستطرد الفكر في القدح في إبراهيم أثنى الله عليه، ليقطع السبيل على مداخل الشيطان، قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا من تربية القرآن لأولياء الله. المقصود أنه يجادلنا في قوم لوط، لأنه قال لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أخبروه الملائكة أنهم قادمون إلى قوم لوط كما قال الله في سورة أخرى، قال إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله، نحن رسل الرحمن نعرف أن فيها لوطا. لكن المقصود جاءوه بالبشارة ففرح. وهذه البشارة جاءت في موقف، يعني في سياق عزيز في سورة الحجر، قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يعرفون أن هذا خليل الله، لا ندخل عليه من هذا الباب، لأنه من أعرف الناس بربه سيقبل. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فعرفوا كيف يأتون أنبياء الله، بل أعظم أولياء الله بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه البشارة لإبراهيم. في كذلك جاءت البشارة لزكريا. الله جل وعلا قال: زكريا كان يكفن مريم وهو المسؤول عنها، يقول ربنا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. يقول أهل التفسير، بعض أهل التفسير، يجد عندها في الصيف طعام الشتاء في الشتاء، وهذا غير صحيح، لأن طعام الشتاء لا يؤكل في الصيف، وطعام الصيف لا يؤكل في الشتاء، ليس له لذة، إنما المعنى أنه هو المسؤول عنها،
فكونه يأتي طعام من غير أن يدري عنه يحدث في قلبه ريبة. من حقه أن يسأل يتقصى. قال الله جل وعلا: قال يا مريم والوضوء حسن أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الآن لما ولي من أولياء الله تكلم ولي من أولياء الله يصدق، لكن أين تجد المعاناة عندما يتكلم ولي مع شقي؟ لن يتفق، ما يفهم بعضهم البعض. هنا قال الله جل وعلا: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال ربنا: فنادته الملائكة، هذه البشارة، وهو قائم يصلي في المحراب. وأنا أقول دائما في الدروس: الذي يعني عند الله سيأتي سيأتي، لكن هو السؤال على أي حال سيأتيك. الملائكة لما ذهبت تبحث عن زكريا تبشره، أين وجدته؟ قائم وقائم يصلي في المحراب. الله أكبر. الإنسان يعني من يغلب على ظنه أنه موعود ببشارة، ليست القضية أين سيأتي فرج الله، متى سيأتي فرج الله، فرج الله سيأتي، لكن على أي حال تكون أنت أيها المؤمن أو أيتها الأمة، حين يأتي فرج الله. وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. والبشارة نفسها في مريم: قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. ويكلم الناس في المهد، هذه ترى يكلم الناس في المهد في الأصل تفجع. لماذا تفجع؟ لأن الذي يأتي هكذا يعني خارج المألوف ما يعيش، الآيات ما تطول، القمر انشق ورجع، الناقة قتلت، فجاء التطمين ويكلم الناس في المهدي وكهلا سيعيش. لا تحسبي سيتكلم ويصبح آية ثم ينتهي، فقولهم عليهم السلام لها وكهلا تطمين أنه سيعيش ومن الصالحين إلى آخر الآيات. هذه بشارات، بعض البشارات في الكتاب. الشيخ لو وقفنا وكهلا، هل سيدنا عيسى سيصل الكهولة بعد أن يأتي مرة أخرى؟ الكهولة التي مات عليها 33 يعني، ثم سيعود على أهل. ولهذا قال الله إني متوفيك، ليس متوفيك يعني قابض روحك بعد ورافعك إلي، متوفيك مستوفي نبوتك، فإذا رفعتك ثم عدت لا تعود نبيا. لأن لو لم أتوفاك في الأول لعدت نبيا، وهذا يناقض وخاتم النبيين. لكن متوفيك أي مستوفي نبوتك، كما تقول: أو وفيت فلانا أجره، وفيت فلانا ضيافته، وفيت ضيافا ملفه وعمله. إني متوفيك أي مستوفي نبوتك ورافعك إلي، فرفعه إليه حيا لكنه أكمل النبوة استوفاها. فلما عاد ما عاد نبيا، لو عاد نبيا أصبح هو خاتم النبيين، لكنه ما عاد نبيا، عاد عبدا صالحا تابعا لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذا في الكتاب. في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا عنده جبريل، فسمع نقيضا أي جبريل، فقال: يا محمد هذا باب من السماء فتح لم يفتح من قبل قط، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل من الأرض قط. فجاء الملك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. فهذه بشارة حملها ملك لمن؟ لنبينا صلى الله عليه وسلم. يحدث إشكال علمي. أين الإشكال العلمي؟ الإشكال العلمي أن الأمة مجمعة على أن الذي بلغ القرآن لنبينا عليه السلام هو جبريل. قل نزله روح القدس من ربك وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فقواطع القرآن كلها تدل على أن الذي نزل بالقرآن جبرائيل. وهذا يقول: أبشر بنورين أوتيتهما فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ما هو العلم سيد عبد الرحمن؟ أن يوجد إشكال فيحله العلماء، هذا المضمار تجري فيه أقدام العلماء. أجمل إجابة قيلت أجاب بها القرطبي رحمه الله، قال:
إن جبرائيل عليه السلام نزل بالآيات في مكة بالفاتحة والخواتيم، وهذا الملك لم ينزل بهما، نزل بثوابهما. الله. نزل بالإخبار بثوابهما، وهذا جواب حسن مرتضى، يغلق هذا الباب. يغني ويغلق هذا الباب. نعم. وهو أهم شيء يكون هناك إشكال حتى يغلق. نعم. نعم. أستاذنك فضل الشيخ صالح، هناك اتصال من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. إذا نأخذ فاصل أبو علي تامر، فاصل أعزائي المشاهدين ونعود، تبقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مرة أخرى مع برنامجكم الأسبوعي. نواصل رد فضيلة الشيخ صالح، ولكن قبل ذلك نأخذ الأخوة من المملكة العربية السعودية في انتظار المكالمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي. أرحب بك وبضيفك الكريم الشيخ صالح الغامسي، ونشهد الله على محبته في الله. عندي أربع أسئلة سريعة. السؤال الأول، يعني ما هو الأثر الإيماني المترتب على الإيمان بالملائكة ومعرفة صفاتهم والحديث عنهم يعني في هذه الحلقة؟ كيف تدلنا هذه الأمور على معرفة الله عز وجل ومعرفة عظمة سبحانه؟ السؤال الثاني. نعم تفضل. اي نعم. السؤال الثاني بالنسبة لما هو مصير الملائكة يوم القيامة؟ الله عز وجل يقول في كتابه العظيم عن أهل الجنة أن الملائكة كما قال عز وجل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، فنريد تعليق بسيط على هذه الآية، ويعني من خلاله نعرف مصيرهم يوم القيامة. كذلك السؤال الثالث، في هل نقول بأن خلق الإنسان هو أفضل من خلق الملائكة لأن الله عز وجل أمرهم بالسجود لآدم، أم أن الملائكة أفضل لما حباهم الله عز وجل من الصفات ولقربهم منه سبحانه وتعالى؟ نعم. أي نعم. في قول عز وجل، سؤال الأخير، في قول عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، يعني هل المعنى أن لكل إنسان ملكين يحفظانه، وما الفرق بينهم وبين القرين الذي يعني هو موجود مع كل إنسان؟ نريد التفرقة من الشيخ حفظه الله. جزاكم الله خير. وجزاك إن شاء الله على هذه الأسئلة والتي هي في صلب الموضوع فضل الشيخ صالح. الأخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام، مساء الخير. حياك الله، مساء النور. بسم الله يا شيخ صالح. حياك الله أخ أحمد، الله يحب رحم الله من رباك وعلمك. عندي سؤالين يا شيخ. يا شيخ تفضل يا أحمد. فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاه جبريل عليه السلام ويبغى يشوفه على هيئته وعلى خلقته، فكيف رآه؟ والسؤال الثاني، أن هل الملائكة تطوف على الكعبة؟ والله يجزاك خير يا شيخ. الأخ زيد من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساكم الشيخ. ومساكم الشيخ صالح. وأنا الله. سعيد الليلة باتصال لأول مرة اتصال يعني على برنامج والشيخ ضيفه، ونحن يعني نتحين ونتتبع القنوات نبحث عن الشيخ حفظه الله، فسعدت الليلة أن أراه على قناة قطر. وأخبر الشيخ على الملأ أن الله سبحانه وتعالى قد كتب بفضله جل وعلا ورحمته وإحسانه له قبولا كبيرا بين طلبة العلم والعامة والناس، لا يعني سبحان الله لا يملون من حديثه، ونتمنى يعني لكل له برامج كثيرة متكاثرة في قنوات من ضمنها قطر، برنامج ثابت يستفيد منه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. والشيخ ولله الحمد قد وفق وأبدع في عرض التفسير وفي ربط الناس بالقرآن وفي تدبر القرآن وفي إحياء القلوب بالقرآن، فنسأل الله عز وجل أن يعلي شأنه وأن يرفع مقامه وأن يبارك في عمره وينفع به الإسلام والمسلمين. اللهم أنا عندي أربع نقاط سريعة بس تساؤلات. تفضل. الأولى، ودي أن الشيخ يعلق على استشعار حضور الملائكة وقربهم منا، كيف الإنسان يستشعر هذا مع أننا لا نراهم؟ الأمر الآخر، بما أن الملائكة يتشكلون بشكل بني آدم، وهل يمكن يعني للناس والمؤمنين والصالحين أن يكرم أحدهم في أزمنتنا هذه برؤية ملك على هيئة رجل؟ المسألة الثالثة، فنادته الملائكة لزكريا عليه السلام قبل ذلك، يعني لما رأى ما أعطى الله من به على مريم قال هنالك دعا زكريا ربه، فلما دعا الله سبحانه وتعالى بالذرية وجاءته البشارة قال أنى يكون، يعني أنا أقول يعني تعجب سيدنا زكريا عليه السلام
كيف يعني هو يدعو ويعلم أن الله على كل شيء قدير وهو إمام وقدوة وعظيم، ما هو تخريج هذا يعني الأمر وتوضيحه وتبيينه من الشيخ أنه يعني قال أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وهو قد دعا الله عز وجل بذلك. ثم هل دعاء سيدنا زكريا يعني كان له علاقة ورابط بين ما شاهده من رزق الله لمريم أو أن هذا مستقل وهذا أمر آخر؟ الأمر الأخير شيخ، كذلك الملائكة وإفراحهم وإدخالهم السرور على المؤمنين عند الموت، ودي أن الشيخ يعلق على هذه النقطة حتى يفرح كل مسلم بالموت إذا مات على الإسلام، أنه سيبشر من قبل هؤلاء الملائكة الكرام فيحبهم لأن بشارته ستكون قبل أن يموت وقبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير عن طريق تلفزيون قطر، أقول أن ندعو الشيخ صالح لمحاضرة في محافظة رفحة بالحدود الشمالية، وقد سبق أن دعي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الزيارة. جزاك الله خير على المحاضرة. وصلت الزيارة. وصلت يا أخ زهيد، جزاك الله خير، جزاك الله خير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا. في الشيخ صالح، الأخ أحمد يقول: هل إبليس من الملائكة؟ الله جل وعلا قال: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم، قال بعض أهل العلم هذا نص صريح على أن إبليس ليس من الجن. ممن أجاب عن هذا قال: إن الجن هنا بمعنى الملائكة. نعم، واحتج بأن الله قال: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة، فالجن في هذه الآية بمعنى الملائكة، لكن الصواب أن إبليس لم يكن من الملائكة طرفة عين في أصل خلقته، لكنه كان منهم في منزلته وعبادته، بينا هذا في اللقاء الأول. نعم، هل ملك الموت اسمه عزرائيل؟ لم يثبت هذا في كتاب ولا في سنة، لكنه شائع في كتب التفسير، هو أمر غير بعيد، لكنه يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. الأثر الذي تتركه الذي يترك عندما نتعرف على الملائكة في معرفتنا على الله عز وجل، هذا يجعل الإنسان يسارع في الخيرات وينافس في الطاعات. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: إن الله يحب فلانا فأحبه. هذا الحديث يقال يعني للناس كثيرا، هو في الصحيحين كما بينت، لكن لا يقال للناس سبب المحبة. نعم، يعني ولكن جاء حديث آخر عند الطبراني في الأوسط وقبله عند أحمد في المسند من حديث ثوبان يبين هذا، يعني هذا الحديث مشهور عند الناس لوحده، والأصل أنه يجمع مع غيره حتى يظهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يزال يسعى في مرضات الله وهو كذلك، فيقول الله عز وجل: يا جبريل إن عبدي فلانا يسعى في أن يرضيني، ألا إن رحمتي عليه، فيقول جبرائيل: رحمة الله على فلان، فيقول حملة العرش: رحمة الله على فلان، فيقول من حول العرش: رحمة الله على فلان، ثم يقولها أهل السماوات السبع: رحمة الله على فلان، ثم تهبط الرحمة إلى الأرض. يفهم من هذا أن هذا العبد الذي يذكر هذا الذكر يقول رب العزة: ألا وإن رحمتي عليه، فيأخذها جبريل ثم حملة العرش ثم من حول العرش ثم أهل السماوات السبع، سببها السعي في مرضاة الله. وهذا يندرج في الجواب عن الأخ قضية الأثر الإيماني، أن الإنسان يجعل بين عينيه السعي في رضوان الله، فمرضاة الله جل وعلا ظاهرة في أسبابها. الله ذكر في القرآن كثيرا من أسباب رضاه، وهذا شيء كل إنسان أدرى بالأمر الذي يقدر عليه، لكن المهم الإنسان منذ أن يخرج من بيته لا ينبغي أن يحمل هما أعظم من أن يسعى في مرضاة الله. وقد يكون من حولك سواء من أقران أو من أصدقاء أو من رفقاء عمل أو من أولاد أو من زوجة أو من والدين أو من أصفياء أو من غيرهم لا يفقه ماذا تريد أنت، لكن أنت الذي تفقه هذا، وهذا لا يحسن ذيوعه، لكن يحسن بك أن تسعى في مرضاة الله. أحيانا يكون السعي في كظم غيظ، نعم، مع أحد على صوته عليك، أحيانا يكون في تفقد أرملة في طعام مسكين، أحيانا في يكون في إعانة منقطع، إلى غير ذلك من الأمور، حفاظا على وقت البرنامج يعني صدر فيها. لكن
هو الإنسان يحمل هما وهو أن يسعى في مرضاة الله، وهذا له قرينة أخرى وهو أنه أحيانا تأتي مواطن يظهر فيها غضب الله فيتجنبها الإنسان لا ضعفا لكن لا يريد أن يكون في موضع يغضب الله جل وعلا عليه فيه. ثم يأتي لأعمال معروفة، مثلا الصلاة على المتسحرين فيفرح الإنسان بالسحور، من عاد مريضا دعت له الملائكة فيعود المرضى، المسابقة على الصف الأول، وأعظم ذلك وأجله في المقام الأول قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فهم يشهدون صلاة العصر وصلاة الفجر. فتصبح المصيبة كل المصيبة أن يأتي الملك ولا يجدك، ولا يجدك لا في الفجر جماعة ولا في العصر، وربهم يسألهم إذا ارتفعوا كيف وجدتم عبادي وهو أعلم، قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الآن أين الصالح، أين عبد الرحمن من هذا من هؤلاء الذين ذكرتهم الملائكة الله أكبر في عند ربها خير ملأ، خير ملأ. نعم. هذا من أعظم الآثار التي تترتب على الإيمان بالملائكة. نعم. أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم بعد قليل، فابقوا معنا. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع برنامجكم الأسبوعي، ونواصل فضيلة الشيخ صالح في الرد على أسئلة الأخوة المشاهدين. الأخ زيد يقول ما هو مصير الملائكة يوم القيامة؟ مصير الملائكة السؤال يحتمل أمران، يعني يحتمل أمرين، قضية وفاتهم أو عدم وفاتهم كأني كهكذا فهمت، أو ما يكون منهم يوم القيامة. أما وفاتهم فإن ظاهر القرآن والسنة أنه لا يبقى إلا وجه الله، وأن الملائكة كذلك يموتون. قال الله جل وعلا ولا تدعوا مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه، والأصل في أن كل من ألفاظ العموم في القرآن، فيدخل فيها الملائكة وغير الملائكة. وقول الله جل وعلا كل نفس ذائقة الموت، والملائكة نفس. وقال جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذه قد يحتج عليها أنها على الأرض يعني، لكن الآيتان الأولان ظاهرة المعنى في أنهم يموتون، وهذا من دلائل كمال العزة لرب العزة. أما بعد ذلك فإن لكل ملك ما أوكل الله جل وعلا إليه، وقد جاء في بعض الآثار إن لله ملائكة ساجدون منذ أن خلقه، وملائكة راكعون منذ أن خلقه، ولا يرفعون رؤوسهم إلا يوم القيامة. فإذا رفع الجميع رؤوسهم ورأوا وجه ربهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الأخ أيضا يقول هل نقول بأن الإنس أو الإنسان أو آدم عليه السلام من ناحية الخلقة هو أفضل من الملائكة كون الملائكة سجدوا لآدم؟ هو الملائكة سجدوا لآدم، لكن الله جل وعلا يقول وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم، يعني عقلية أقل منزلة من آدم لما أصبح في سجودهم له تكريمة له، لما أصبح في سجودهم له تكريمة له. مثلا كان يشرع في الملل قبل ملة النبيين صلى الله عليه وسلم في الشرائع أن الأدنى يسجد الأعلى، كما سجد إخوة يوسف ليوسف لأنه أفضل منهم، وكما قال معاذ أتيت الشام فوجدتهم يعظمون سقفتهم فهم أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهى، وقال عليه الصلاة والسلام لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقها عليه. فالسجود هو في جميع الأحوال سجود إكرام، ليس سجود يعني عبادة، سجود تحية. فلو كانت الملائكة أدنى من آدم منزلة لما كان في سجودها له تكريما له، أصبح التكريم الآن فهم يعني بالضد. هذا يدل على فضل الملائكة، ويدل عليه قول الله جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. لكن هذا قد يفهم من أنه ليس جميع الملائكة، لأن الله قال ولا الملائكة المقربون، وإذا أطلقت كلمة الملائكة المقربون فالصواب أنها تنتقل للطائفة التي حول العرش. كلمة الملائكة المقربون تنتقل للطائفة التي حول العرش، لأن العرش له حملة وله طوائف حوله، والله يقول في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم، فذكر طائفتين، طائفة تحمل العرش وطائفة حول العرش. هؤلاء حول العرش هم المقربون وفق تعبير القرآن، المفسرون يستخدمون عبارة الكروبيون
يقولون إن الكروبيون هم من حول العرش، هم سادة الملائكة. وقال الخطابي في معالم السنن إن كرب بمعنى قارب الإدراك، قارب أن يصل إلى منزل ليس فوقها منزلة، وهم سادة الملائكة. لكن هذه التسمية لا تحفظ من يعني لها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها شائعة ذائعة عند أهل العلم. هذا ما يتعلق بقضية التفضيل. لكن بعض أهل العلم قال لا، إن البشر مكلفون، إن البشر مكلفون، وكونهم مكلفين يجعل أن صالح بني آدم أفضل من 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 الملائكة. والمسألة لا أحب أن أطيل فيها، وقد تحدث فيها ابن حزم في الفصل وغيره من الكتب، والناس يتنازعون في هذا، لكن لا يظهر لي أن وراءها كبير فائدة، لكن أنا قلتها من باب حتى يعني يعرف الناس الطريقة في الاستنباط والاستدلال. نعم. السؤال الأخير أيضا، هل كل إنسان معه ملائكة حفظة، وما الفرق بين الحفظة وبين القرين؟ نعم، كل أحد له ملكة عن يمينه وشماله، ويوجد ملائكة يأتون للخير والبركة. الفرق بين الاثنين أن الملائكة الذين يأتون للخير والبركة قد يحجبون عنك بعارض منك، أما الكتب الحافظون فلا يحجبون عنك بعارض منك. بيان هذا، النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبرائيل أن يأتيه في ساعة من نهار فأبطأ عليه، فقال عليه الصلاة والسلام وعصم بيده: لا يخلف الله وعده ولا رسوله، ولا رسله، ملائكة رسل. وتعجب من أن جبرائيل لم يأتي، ثم انتبه فإذا بجروي كلب تحت السرير، فأمر به فأخرج. فجاء جبرائيل وقال: إننا الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا المجيء مجيء بركة، مجيء خير، فهذا يحجب إذا كان الإنسان جنوبا، إذا كان الإنسان متمضخ بالزعفران كما دل عليه الحديث، إذا كان في البيت كلب، إذا كان في البيت صورة. لكن الملائكة الذين وكل إليهم أمر الكتابة، فهؤلاء لا علاقة لهم بالكلب، ولا علاقة لهم بالصورة، ولا علاقة لهم بأي شيء آخر. فهم معك. أي هم معك. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. القرين تنصرف إلى القرين من الشيطان. إذا قيل قرين تنصرف إلى إلى الشيطان. الأخ أحمد يسأل: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته، فكيف رأى؟ نعم، رآه مرتين على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، مرة وهو على جبل حراء، وقد رآه على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما بين المشرق والمغرب له 600 جناح. والمرة الأخرى رآه عند سدرة المنتهى، قال الله جل وعلا: ولقد رآه بالأفق المبين. هذه الرؤية الأولى. وقال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى. ولما جاء مسروق بن الأجدع يقول لعائشة رضي الله عنها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعر رأسي مما تقول. قال: لا تعجلي علي يا أمه، ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول خلق الله سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. قال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: هو جبرائيل، رأيته على كرسي بين السماء والأرض قد سد بين المشرق والمغرب. وأنت تعلم شيخ عبد الرحمن، ولقد رآه بالأفق المبين أين؟ في سورة في التكوير، والتكوير سابقة النزول على النجم، فرآه في أول الأمر هكذا، قال الله: ولقد رآه بالأفق المبين. ثم رآه عند سدرة المنتهى على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها، قال الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، أي مرة أخرى، عند سدرة المنتهى، عندها جنة الوها. وكان يرى أحيانا في صورة دحية كما مر معنا، ويراه في صورة رجل عادي كما في حديث عمر صحيح مسلم بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الملائكة تطوف حول الكعبة؟ لا يوجد ما يمنع ذلك، وهذا غالب يحصل، لكن لا يوجد كذلك دليل ينص على أنهم يطوفون بالكعبة. دليل ينص على أنهم يطوفون بالبيت المعمور، 70,000 ملك. فالبيت المعمور يقول أهل العلم أنه لو قدر أنه سقط سقط على الكعبة وفي السماء السابعة. وقد جاء في حديث الإسراء والمعراج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فوجدت إبراهيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. فيوجد بيت معمور أقسم الله به، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور. وتطوف حول الكعبة، تطوف، يعني لا يوجد ما يمنع أنها تطوف بالكعبة، لكني لا أعلم حاليا، يعني لا أحفظ حديثا يدل على أن الملائكة تطوف حول الكعبة. إذن شيخ صالح، نستأذنك في أن نواصل الأسبوع القادم حديثنا عن الملائكة، كنا كثير من الأسئلة
وهناك بعض التفاصيل في حياة الملائكة وأعمار الملائكة إلى ما شابه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامس إمام جامع قباء بالمدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذا البيان. أعزائي المشاهدين، وصلنا وياكم إلى نهاية هذه الحلقة، نستودعكم الله على نلقاكم في الأسبوع القادم مع الملائكة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت.